أخبار اليوم. أهلا بكم معنا في أخبار اليوم ونشرة فنية جديدة هنتكلم فيها عن أهم الأحداث للفن والفنانين. مها أبو عوف: اشتغلت بائعة ورد وأنا عندي 14 سنة بعد خلاف مع والدي. داليا البحيري تعود للسينما بفيلم كوميدي. درة تهاجم إحدى المجلات بعد فبراك الجملة على لسانها. ابتسامتها ورقتها أبرزت ما يذكره رواد تويتر عن الراحلة مديحة سالم. أشرف زكي ينذر أرملة سعيد طرابيك بعدم الحديث عن الراحل في وسائل الإعلام. أنا الإرهابي اسم فيلم محمد رمضان الجديد. كشفت الفنانة مها أبو عوف عن أنها استقلت بنفسها وهي في عمر 14 سنة بعد تعرضها لصدمة من والدها الذي رفض أن يشتري لها بدلة أعجبتها خلال إحدى الخروجات معه، موضحة أن والدها صعيدي ورفض أن ترتدي ابنته ملابس ضيقة. وأضافت: أنا أول مرة أقول الكلام ده، أنا قررت أني أعتمد على نفسي ومطلبش حاجة من حد. اشتغلت بياعة ورد في إحدى المحلات. تعود النجمة داليا البحيري إلى السينما بعد غياب طويل بفيلم كوميدي جديد، وذلك بعد نجاح مسلسلها الكوميدي يوميات زوجة مفروسة الذي عرض في رمضان الماضي، ورفضت داليا الإعلان حاليا عن تفاصيل الفيلم. هاجمت الفنانة درة إحدى المجلات التي لم تتعامل معها مباشرة وقالت إنها تفاجأت بصدور غلاف في المجلة فبركت جملة غير صحيحة على لسانها. دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج يحمل اسم الفنانة الراحلة مديحة سالم بعد أن وافتها المنية بعد صراع مع المرض، وسيطرت حالة من الحزن والحنين لأدوار الفنانة مديحة سالم في الأفلام الكلاسيكية المصرية والتي تميزت فيها بقدر عالي من الرقة والرقي والاحترام. بينما أشار بعض المغردين إلى أن أهم ما كان يميز مديحة سالم هو ابتسامتها الهادئة، مؤكدين أنها عاشت في هدوء ورحلت في هدوء. وجه الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إنذار شديد اللهجة للممثلة سارة طارق أرملة الفنان سعيد طرابيك بعدما الحديث عن الراحل في وسائل الإعلام، ويأتي ذلك بعد حالة الجدل التي أثارتها سارة عقب رحيل زوجها في الصحف الفضائية على خلاف حملها منه وأيضا تشاجرها مع أبنائه وطليقته بسبب الميراث. قرر فريق عمل فيلم جواب اعتقال بطولة النجم محمد رمضان وإخراج محمد سامي تغيير اسم العمل ليكون أنا إرهابي، ومن المقرر أن يتم اختيار أبطاله خلال الفترة المقبلة بعد عقد جلسات العمل التي تجمع البطل بالمخرج والمنتج أحمد السبكي. وبكده بتكون انتهت نشرتنا الفنية، كانت معكم وجيدة عبد اللطيف أخبار اليوم.